هذا المؤتمر الصحفي الثاني نحو تضامن اقتصادي عربي تركي قوي. استهدفنا فيه الأكاديميين ورجال الأعمال والمفكرين من مختلف دول العالم، من تركيا ومن دول عربية على سبيل الخصوص. وتميز هذا المؤتمر بالاستثمار العقلي البشري، بالاستثمار الفكر البشري، باستثمار الابتكارات البشرية وخصوصا الابتكارات العربية. وطرحنا فيها استثمار دواء لمعالجة المرض المزمن، منها الصدفية ومنها علاج لأحد المبتكرين الجزائريين، علاج مرض السكري، وهو تقريبا يعد الدواء الأول على مستوى العالم. العرب المسلمون أنظمة وأصحاب رؤوس أموال لم نرتقي حقيقة إلى مستوى المسؤولية التي تمكننا من أن ندعم هذا الاقتصاد. والواقع الحديث عن هذه المؤتمرات هو دعم لتركيا بغية أن تتجاوز مرحلتها العصيبة التي تحتاج فيها إلى الأمة العربية والإسلامية لتتضافر جهودها بغية أن يكون هناك شراكة حقيقية، شراكة اقتصادية تجعل من الاقتصاد التركي والاقتصاد العربي والاقتصاد الإسلامي يتحرك تحركا قويا، تحركا تضامنيا. نحن نؤمن بأن هنالك فكر اقتصادي تضامني يفترض أن يبرز في الأزمات.